السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي هاد الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجان من قناه انسري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى ملاطع عليكم كل محتوى ديالها كينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي تزادت القائمه في هذا الشهر الفضيل وموراه، كنقول لكم مرحبا وسهلا بكم، شكرا على الدعم ديالكم، وما غاديش ننسى الناس اللي معايا دائما. شكرا شكرا بزاف لكم. لي اسكول قول مرحبا، هاك البساط للمحسنة واللوز في وسط عين بان. اول حاجه غنديرها غادي نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اليوم ان شاء الله جبتكم معايا باش تفوجوا شي شويه. حنا هنايا في لافيرم ديال بنت عمي، جينا ندوزو النهار، قلت علاش لا ما نجيبكمش معايا تسالاو تفوجوا حتى نتوما شي شويه. راكم عارفين الضغط ديال رمضان ولو ستريس ديالو، ما شاء الله اللهم تقبل منا صالح الاعمال، وقلنا علاش لا ما نجيوش نفوجو شي شويه. عرضتنا بنت عمي، جينا نفوجو معاها، وغادي نوريكم ما شاء الله لافيرم ديالها وهاد لابتي فيلا اللي زوينه بزاف، كلها ارتيزانال، كلها بلديه بواحد الطريقه ما شاء الله وتبارك الرحمن، كتحمق كلشي 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 بلدي، من الزرابي من الاتات من الديكورات اللهم بارك. غادي ان شاء الله تشوفوا معايا لي فيديو، واكيد اكيد غادي تعجبكم كما عجبتنا، غادي تعجبكم. قلت علاش لا ما نوري لكمش الداخل ديال الدار. ها نتوما كتشوفوا معايا ما شاء الله، لا الالوان ولا زوينه زوينه بزاف بزاف بزاف، واحسن حاجه انها مفرشاها بلديه، يعني اي حاجه بلديه من يعني من الحضاره ديال المغرب وتقاليد المغرب، وما شاء الله الصناعه التقليديه عندنا في البلاد راه غنيه غنيه جدا. بغيتكم نتوما تشوفوها، نتمنى طرقكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا كما وريتكم كلشي كلشي ديال الاتات ديالها من يدين الصناع التقليديين اللي ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني كيحطوا لها توش ديالهم من هاد لي فوتو، من كلشي كلشي، وحتى اللون ديال الصباغه، حتى الزليج الفاسي، ما شاء الله زوينه بزاف. جينا دوزنا النهار حنا وبنات عمي، وهما في صح ماشي لا سمعتو بنات عمي، هما ماشي بنات عمي، حنا كابرين اونصومبل من الصغر، وحنايا كابرين يعني بحال الخوت، لا الاب ديالي ولا الاب ديالهم، يعني ما كنحسوش براسنا ولاد العمام. من هذا المنبر تنقول لهم كوكو، تنقول تحيه خاصه لهم. ها نتوما كتشوفوا معايا هاد الزواق الامازيغي اللي زوين زوين بزاف. جينا قلنا علاش لا ما ندوزوش النهار، وفعلا داز النهار زوين، جبنا الوليدات. كنت غنصور لكم الطريق، ولكن بصح ما جاش معايا ولدي اللي مولفت يعاونني في التصوير، حيتاش ترسات ليا السيكوره اللي كنت ندير في البابريز ديال الطوموبيل، وكنت صايقه ما صبتش معايا غير بنت صغيره. وهنايا كتواجد يعني في طريق ايتورير، الناس اللي مراكش راه غادي يعرفوا طريق ايتورير. انتما كتشوفوا ما شاء الله حتى السقف بالعود، زوين زوين بزاف المنظر، نتمنى حتى نتوما يعجبكم. تحيه كبيره لسكينه وذهبيه، من هذا المنبر كندير لهم ديديكاس، راكم عارفين البنات كيقول لك خالتي ذكرينا. دوزنا النهار زوين بزاف، نشطنا ضحكنا، راكم عارفين ما شاء الله الا كانوا الناس مجموعين، يعني كدوز الوقت زوينه، حتى الماكله كنوليو تناكلو فوق الجدد ديالنا. هذا ما كان، هادي شيميني طالعه ديريكت للسطح.
نجي نطلع اليوم في الكوزينه حيت اش تيضحكوا معايا. قالوا لي دايره كي الصحفي المصطفى السير، هادي بنت عمي كتشير بيديها وتتقول لكم كتقول لي راه يديا كيشبهوا لي يديك، غادي يقولوا الناس راني انا مي بار كونتر هي توريا. كنقول لها كوكو وجيت هنايا كنصور اي حاجه بانت لي بغيتكم نشاركها معكم. هذا الخبز، وهنايا كانت المساعده يعني بدات كت يعني كدير الفخر كونكو باش غادي يديروا شويه ديال لدعن، حيتاش كاينين البنيات اللي ما كياكلوش اللحم. وابخي غادي ندوزو ان شاء الله باش نوريكم الطبيله ديالنا. كما قلت لكم يعني جينا بقينا غير ناكلو، ولكن احسن حاجه اننا كنشربوا الماء ديال هنايا بحال لا ما كليتيش، خفيف بزاف بزاف بزاف. كتعاودي تقلبي ما تاكلي، احسن حاجه احسن حاجه. اما زعما راه لي فونتر ديالنا راه صافي بلوكي، ما باقيش قدينا ناكلو. هنا كانوا البنات حطوا الطبيصلات ديال لي سالاد الله يعطيهم صحيحتهم، وجيت انا خدامه غير تنصور. ارتاحت هذا النهار صراحه الله، وكنقول لهم شكرا بزاف اللي سمح لنا من حقكم. قالوا لنا ناكلوا في البيت، ولكن احنا بغينا واخا كاينه شي شويه الشمس يعني راكم تشوفوا، ولكن بغينا ناكلوا هنايا بصراحه الله في احضان الطبيعه. ما كاينش احسن من الهواء النقي والقعده قدام الطبيعه. وهذا هو اللحم بالبرقوق اللي طيبته جليله بنت عمي. تنقولوا لها شكرا شكرا على النهار اللي دوزنا معاك والعرضه اللي عرضتينا، تنقول لك شكرا بزاف. هي اصلا ما مستقراش هنايا، كتجي غير مره هي مستقره في مراكش، وجينا حتى حنا دوزنا نهير زوين صراحه الله، كنقولوا لها شكرا. هنا كنا كلينا تحط الديسير، راكم عارفين المغاربه كيديروا الديسير مر الماكله، ما نعاودش لكم ما تقاسش يعني الديسير. وهنايا غادي نوضوا ان شاء الله نجيبوا دوره في لافيرم وتشوفوا معايا ان شاء الله الطبيعه. هذه ايويا تتقول لكم كوكو. غادي ان شاء الله نجيبوا دوره كبيره تانتوما، ويعني تخضروا العوينات حيتاش بصح كما قلت لكم داز النهار زوين. مزيان الانسان مره يغسل دمه يخرج يشوف الطبيعه، حيتاش بصح كانت بلوكه من هذاك الجو ديال المدينه وال يعني راكم عارفين لو ستريس ديالها. ان شاء الله غادي تبقاو معايا، نتمنى يعجبكم المناظر ديال هنا ديال هنا. هنا طلعنا للسطح، خدينا لكم المنظر شي شويه من الفوق، لا علاقه يعني منظر زوين بزاف كما كتشوفوا معايا. وهنايا سكينه وايا تيقول لكم كوكو، راكم عارفين ايا بغات قد التاج ديال الوريدات ديال هذا مكان. هنايا جبنا بصراحه لا دوره كبيره حتى طيحنا ديك الماكله، حلفنا عليها تنطيحوها
طيحناها وشربنا الماء مزيان، ارتاحينا الحمد لله. نتمنى حتى انتم يعجبكم هنا ان شاء الله، وانتم كتشوفوا الخضوره والمناظر الطبيعيه اللي تنفتقدوها حنايا في المدينه، رغم ان هنا راه ما بعيدش بزاف في المدينه، راه قريب يعني غير شي 30 كيلومتر، ولكن الجو ديال الطبيعه وديال الباديه تيكون رائع جدا. بحال هاد الاجواء تتفكرني في الصغر، تتفكرنا في ملي كنا صغار بصح، الوالدين ديالنا ومنهم الوالد الله تعالى يرحمه ويوسع عليه، في هاد النهار كان لا بدا لا بدا كنمشيو للبلاد في الغشت يعني في لوم مواد اوت، لا بدا كيكون واحد الموسم لا بدا كنمشيو كيتجمعوا العائله وكيتجمعوا، حنا كنا تنمشيو حنا وهاد دار حمي، ضروري ضروري كل عام خصنا نتلمو خصنا نمشيو للبلاد، وكنعيشوا واحد الاجواء ما شاء الله. يعني ملي كنمشيو للبلاد دابا وحنا كبارين ومزوجين وعندنا الولاد، كنتفكروا هذيك اللقطات اللي عشنا وهذيك الاجواء ديال الباديه والكرم الناس ديال الباديه اللي ما شاء الله كيكونوا الناس بسطاء، ولكن ديك الكرم ديالهم وما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني المخبيه يجبدوها صراحه صراحه بزاف. هاد البوادي بحال هكا ولا هاد المناطق خضراء كتفكرنا بالبلاد، حيتاش بصح دوزنا فيه ايام او لا بالاحرى دوزنا فيه الطفوله ديالنا، يعني رغم ان كنمشيو غير مره في العام، ولكن ترسخات لينا يعني في الذاكره وعشنا شي لحظات زوينه بزاف، سختو اننا كنا تمشيو من المومين، يعني ما شاء الله حنا ودار عمي وكانوا ما شاء الله الوليدات كتار، يعني لحنا لهما ما نعاودش لكم. هنا كنا مازال ما شاء الله كندورو كنجيبو دورة كبيرة في الفيرما، وجبنا الوليدات باش يشوفوا هاد البقيرات، يعني لا بدا راكم عارفين لا بدا لما شافوش بقيرات وشافوا هاد الحيوانات الأليفة بحال ما داروا والو. كانوا عيطوا لينا البنات قالوا لنا جيو، حيتاش باقي تنعاودوا على حسن الضيافه والكرم ما شاء الله والطيبوبه ديال الناس الباديه. كانت السيده المساعده ديال اللي معاها في الدار عرفتنا جايين يعني، وعرفت جليله جايه الفيرما هنايا ومشات قدات هاد الكسريه ما نعاودش لكم. عرفتي للاسف اننا ما قديناش ناكلو بزاف، ولكن بصح كلينا كلينا حاولنا ناكلو، حيتاش كسريه كتشهي كما كتشوفوا بالخضره كلها بيو ما شاء الله وتبارك الرحمن، باقي تنعاودوا فيه يعني. قالت لي جليله حنا راه جايبين الغداء وجايبين كل شيء، بغينا غير نضلوا في الفيرما يعني ونضحكوا ونشطوا، علاش عذبتي راسك؟ ولكن ما يمكنش الناس الباديه ما تهضريش معاهم بهذه الطريقه يعني. صافي دارت ما شاء الله الصواب معنا وقعدت معنا كلات هي وليداتها الله تعالى يعطيها صحيحتها، وهنايا كنا ارتاحينا شويه من الكسعاد الكسكسو ما نعاودش لكم كما قلت لكم، جينا غير تناكلو. هنايا كانوا البنات حطوا الكوتي وتلمينا عليه، وفي صراحه الله كل واحد ادى منه حقه، حيتاش بصح بصح ما كليناش. يلا واحد الخبيزه هنايا عامره بالبصله قدتها السيده اللي معاهم في الدار
هي اللي ضاقوا منها البنات شويه شويه، اما كل واحد تحقو طال دارو. يعني ما نعاودش لكم، راه ما يمكنش ناكلو سورتو حيت شكلينا الكسعاد الكسكسو هذا ما كان. الله تعالى يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، والله تعالى يعطينا الصحه والسلامه. وشكرا بزاف من هذا المنبر، تنعاود نقول لبنت عمي جليله شكرا من هذا المنبر، شكرا لهم انهم عدبوا رسوم صراحه الله، ودوزنا نهار زوين بزاف. وما بقى لي الا نقول لكم خليت لكم الراحه، وغادي نخليكم مع هاد المناظر الزوينه، واحسن منظر غادي نكملوا به الفيديو ديالنا هو الغروب الشمس. ملي غربات الشمس شويه صافي هزينا الباكتاج ديالنا رجعنا للدار. قالوا لك البنات مره اخرى نعاودوا نباتوا صراحه الله غير ضلينا. تنقول لكم خليت لكم الراحه، كانت معكم بيجا من قناه ناصري برودكشن، السلام عليكم.